يا صباح الفل والجمال على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم، وبدايه اسبوع خير ان شاء الله على الناس كلها. كده هنتكلم النهارده، عندنا تفاصيل ومواضيع كتيره لمده ساعه ونص هنكون مع حضراتكم. ولما تبتدي الاسبوع ويبقى معاك مريهان عمرو، في الموضوع بيختلف طبعا. بشكل ليه بقى؟ كبير جدا. لان الطله طبعا، الاطلالات طبعا، اللباقه يعني البدايه حاجات كتير بتجتمع ومش سهل. صباح الفل عليكي طبعا يا استاذه مريان، اتفضلي. شكرا يا استاذ يحيى على الدخله اللي فيها يعني احترام كبير ومتبادل وحاسه ان هو طالع من القلب. تحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا على مدار حلقتنا ان شاء الله النهارده. اكيد حديث مطول عن ابرز الاحداث اللي حصلت على الساحات الرياضيه على مدار الساعات اللي فاتت في حلقتنا النهارده. كلمتين وبس. المشوار طاع. الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد. لمسة تصويبة قوية. حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ طيب هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. من أبرز وأهم الأحداث اللي بتكون موجودة على الساحة الرياضية النهاردة، هيستضيف اتحاد الكرة المصري اليوم قرعة دور الـ 16 من منافسات بطولة كاس مصر الموسم 2021-2022، وده هيكون في مقر اتحاد الكرة الساعة 1 الظهر. ومن المقرر أن يشارك بمنافسات دور الـ 16 طبعا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطوله. خلينا اقول لحضراتكم برضو الانديه المشاركه في القرعه: مقاولين العرب وام بي، كفر الشيخ والجونه، الاسماعيلي، سيراميكا كليوباترا، واسترن كامباني، وطلاع الجيش، والبنك الاهلي، ومصر المقصه، سموحه، منتخب السويس، بيراميدز المصري، والاهلي والزمالك. دول الفرق اللي بتشارك في كاس مصر النسخه 2021-2022. النهارده هيكون ان شاء الله القرعه، ونتمنى ان احنا يعني انت عندك كاس بيتلعب اصلا كان لموسم قبل كده، ودلوقتي ده الكاس الجديد. نتمنى ان شاء الله ان بدايه من الموسم اللي جاي يكون كل شيء منتظم وكل شيء في ميعاده باذن الله ان شاء الله. اكيد احنا بنتكلم كمان ان بكره يعني في مباراه مهمه الساعه 9:30 مساء في ربع نهائي كاس مصر النسخه اللي فاتت، الاهلي وبيراميدز. فده من المفارقات اللي يا رب ان شاء الله ما تتكررش تاني ابدا، ونشوف يبدا يحصل انتظام. انا متخيله قد ايه في ضغوط على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه، هي تكون بتنسق كل المجهود ده. وطول الوقت بنقول ان في سبب ممكن من الأسباب الإصابات والتحام المواسم، هو ده ممكن يكون بيأثر بشكل سلبي على مستوى اللاعبين وعلى منتخبنا الأول. طبعا بطبيعة الحال لو ده تحسن في الفترة اللي جاية ممكن يكون بيفرق برضو بشكل كبير جدا على مستوى كرة القدم في الشق الإيجابي بإذن الله. خلونا برضو نقربكم أكتر بقى من رياضات بعيدة عن الكرة. الحقيقة طول الفترات اللي فاتت دايما في إشادة في محلها ومستحقة بكل الأبطال اللي بيشاركوا في رياضات غير الكرة على مستوى الرياضات الفردية. بنتكلم عن تألق كبير، رجال وسيدات بيكونوا ماشيين بشكل كويس جدا. كمان في رياضات جماعية أخرى في اجتهادات وفي محاولات إن هم يكونوا بيظهروا بالشكل الجيد. النهاردة هتكون بتنطلق دورة ألعاب البحر المتوسط اللي بتشارك فيها مصر ب 19 اتحاد، واللي هتقام في الجزائر لغاية يوم 5 يوليو الجاري أو الجاي عفوا. خلونا نقول لكم بعثة منتخبنا بتضم 289 فرد، من ضمنهم يعني كمان الأجهزة الفنية، بنتكلم عن 183 لاعب و106 أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. الاتحادات المشاركة أو الألعاب اللي هنشوفها إن شاء الله: ألعاب القوة، الريشة، الطايرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة والسلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، كرة الطايرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، مصارعة والفروسية. وكمان كانت اللجنة الأولمبية أعلنت عن اختيار البطلة الأولمبية فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والبطل الأولمبي سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، لحمل علم مصر في حفل افتتاح البطولة المقرر له غدا أو مقرر له إن شاء الله النهاردة السبت. بإذن الله التوفيق يكون حليف منتخبنا وبعثتنا بالكامل. احنا عندنا أبطال الصراحة على مستوى الرياضات الفردية دايما دايما متألقين
المتألقين ودايما متعودين ان احنا في مثل هذه المحافل بنكون حاصلين على عدد كبير من الميداليات. ان شاء الله ده كمان يكون متوفر في هذه النسخه. ان شاء الله بنتمنى اكيد كل التوفيق لكل ابطالنا المصريين. نستكمل اخبارنا مع حضراتكم نروح للكاف. الكاف اعلن عن الخريطه الزمنيه لجدول مسابقاته الخاصه بالانديه للموسم الجديد. كانت ابرز النقاط اللي اعلنها الكاف هي مد فتره السماح للاتحادات المحليه بتحديد الأندية اللي هتشارك وتقديم الطلبات اللازمة ليوم 31 يوليو اللي جاي. طيب شروط وحالات المشاركة الخاصة بالنسبة لنا، لأن احنا طبعا عندنا مشاكل بسبب ان انت الموسم مش هيخلص في المواعيد الرسمية فبيخلص متأخر، فهم لحد 31/7 فترة السماح، فانت هيكون الموسم لسه مكملش، فهياخدوا باعتبار في ثلاث حلول. يعني انت لو انت ما انهدش الموسم فهنشوف المعايير هيكون بالترتيب الاول الثاني الثالث الرابع اللي هيكونوا بيشاركوا في افريقيا، يعني سواء كونفدراليه او دوري الابطال. ولو الموسم ما كملش طبعا او اتلغى هتشارك نفس الانديه اللي كانت شاركت في النسخه اللي فاتت من البطوله الافريقيه، ده في حال لغيه. ولو الاتحاد ما كملش برضو بطوله كاس 2021/2022 دي هتكون اللي هياخدوا الفريق المتاهل من اخر نسخه كاس محلي او الاعلى ترتيب في بطوله الدوري. بناء على الحالات دي فان الاتحاد المصري لن يتمكن من انهاء مسابقه الدوري زي ما قلت لحضراتكم قبل 31 يوليو، فبالتالي هنطبق عليه الحاله الاولى في تحديد الفريقين اللي هيشاركوا في دوري الابطال، والحاله الثالثه في اختيار احد طرفي كاس الكونفدراليه. طبعا من ضمن الحاجات او النقاط زي ما كنت بتكلم في بدايه الحديث، للاسف التحام المواسم بيأثر عليها بشكل سلبي. هي القصه دي ليها علاقه بتحديد المقعدين دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، ان احنا بنكون بنخلص الموسم مش في ميعاده زي بقيه الدوريات الاخرى، فبالتالي بنعاني وبيكون في لازم تفكر في معيار لاختيار الاربع انديه. وتم بقى الاتفاق خلاص انه هيكون بيتم احتساب نقاط الانديه مع الدور الاول، وهو ده اللي هيتم بناء عليه ارسال الاربع انديه اللي هيكونوا بيشاركوا في البطولات الافريقيه في النسخه القادمه. خلونا بقى نرجع مره ثانيه للدوري المصري. ومن بدايه الموسم اعلنت كانت رابطه الانديه المصريه المحترفه انه هيكون في مع انتهاء كل جوله الاعلان عن افضل لاعب في هذه الجوله، والحقيقه كان في حصول الكثير بيشوفوا ان هو مستحق وان هو فعلا بيظهر بشكل جيد في المباريات الهامه وفي اللحظات الحاسمه. محمد شريف واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي واحد من المهاجمين المتألقين على مدار الفترات اللي فاتت، حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجه تتويج محمد شريف بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري المصري بعد ما قدر يسجل هدف الفوز للنادي الأهلي في مرمى فريق غزل المحلة، وفي الثواني الأخيرة طبعا بمساعدة زياد طارق اللي تم يعني الإشادة بيه بشكل كبير جدا جدا. ولكن طبعا طريقة إنهاء محمد شريف للهجمة بالشكل المميز في الأوقات الصعبة دايما بيكون في إشادة كبيرة بيها. أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي في الدوري في هذا الموسم، شارك معهم في 17 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وبيعود مرة تانية للتهديف. ممكن كانت الفترة اللي فاتت في تولي القيادة الفنية لمنتخبنا مع مستر كارلوس كيروش ما كانش الوضع بالنسبة له أحسن حاجة، ولكن عنده من الاحترافية الكافية أنه هو بيرجع بسرعة لفورمة الماتشات وبيقدر أنه هو يكون بيركز مرة تانية، ودي من سمات اللعيبة المحترفة. طبعا زي ما أنت قلت مريان، يمكن محمد شريف مع كارلوس كيروش ما كانش واخد الفرصة كمان مع موسيماني على فكره. كان الراجل بيلعب بيرس ده وعلى طول محمد شريف على دكه البدلاء، فلما رجع ياخد ابتدى يجيب فورمته، كان بعيد بقاله فتره ولكن بيرجع مره ثانيه، كان هداف الدوري مع النادي الاهلي، فاكيد بنتمنى له كل التوفيق. نروح لتصريح وتعليق، ومعاه تصريح من بن شرقي. بن شرقي والقصه بتاعت بن شرقي مع نادي الزمالك وهيجدد ولا مش هيجدد، طب الحق من هنا، طب اصل حصل كلام مع نادي كلام كتير قوي وتفاصيل كتير جدا في قصه بن شرقي. الراجل طلع وجه رساله وقال لجمهور نادي الزمالك ليكم مكانه خاصه في قلبي، ونشر ده على السوشيال ميديا في رساله الناس اعتبرتها يعني غامضه بعض الشيء، وقال ان انتوا ليكم مكانه خاصه في قلبي والله شاهد على ما اقول. وان يمكن الناس خدت الموضوع ان بن شرقي يعني خلاص هيكون بيرحل في نهاية الموسم اللي احنا مش عارفينه، يعني بن شرقي بيحاول يوصل لحل ان هو كان يرحل بنهاية الموسم الطبيعي، ولكن هو ماضي مع نادي الزمالك ان هو يكون بيرحل مع نهاية الموسم في الدوري المصري اللي هو ينتهي لسه في شهر 8، فده بالنسبة له هيكون عامل له مشكلة ان هو يكون بيجدد او بيخرج عن نادي الزمالك، يعني ايا كان ايه التفاصيل اللي هتكون موجودة مع بن شرقي، ولكن الموضوع طول، هو هيكمل او مش هيكمل
لسه ما فيش كلام نهائي. اه بشويه بنسمع وكيل اشرف بن شرقي اتكلم مع مجلس اداره نادي الزمالك عن ملف التجديد مره تانية. وكيل اشرف بن شرقي فاتح مفاوضات مع النادي الاهلي عن انضمامه للنادي الاهلي. بعد كده بنسمع شويه ان هو ممكن يكون بيخرج بره سواء بقى في الدوري السعودي او دوري الامارات. كلام كتير قوي عن قصه بن شرقي، ولكن حتى الان هو الراجل طلع في رساله كده اللي هو بيتكلم عن جمهور نادي الزمالك، وان هو اه عندهم مكانه خاصه في قلبه، والناس خدتها بفكره ان هو خلاص بيكون هيرحل عن نادي الزمالك في نهايه الموسم، ودي رساله وداع يعني للجمهور قبل ما يرحل عن نادي الزمالك. هنشوف التفاصيل هيكون شكلها عامل ازاي خلال الايام اللي جايه، اعتقد هيبان بشكل كبير جدا اذا كان هيكمل او مش هيكمل مع نادي الزمالك. الوضع طبعا اتحسن بالنسبه لعلاقه جماهير نادي الزمالك مع بن شرقي، لانه في الفترات السابقه لما كان الوضع مش احسن حاجه على المستوى الفني كانت الجماهير متضايقه ومستاءة، لان ده اللي طول الوقت بنتكلم عليه، انه اي لاعب على مستوى المنافسات حتى لو في فكره انه هيرحل لازم يكون بيلعب لحد اخر لحظه ليه بالتيشيرت اللي هو بينتمي اليه. فلما ظهر في الفترات الاخيره بدا يكون بيسجل وبيهدف، وحتى تابعنا في اخر مباراه نادي الزمالك الجماهير بتنادي بيه وبتشجعه. دي اعتقد العلاقه الطيبه اللي لازم طول الوقت نكون بنتكلم عليها تكون موجوده في الدوري المصري، ويكون فكره ان لاعب بيرحل مفيش حق لاعب هيفضل قاعد العمر كله في النادي مهما كان بيحب النادي ولا كان منتمي للجماهير ولا منتمي للتيشيرت. في الاخر هي بتكون مراحل وفيزز هيعدي عليها اي لاعب، فبالتالي هو يعني واضح ان علاقته بيحاول يحافظ بيها تكون طيبه ما بينه وما بين جماهير نادي الزمالك اللي كان عندها علاقه بي وكان يعني ليه مكانة خاصة في قلبهم في الفترات اللي فاتت. وأكيد الملف ده هيكون بيتم متابعته في الفترة القليلة اللي جاية، لأنه حتى كمان لو بيرحل ممكن رحيله يكون مش مع نهاية الموسم، لأنه رحل مع نهاية الموسم ما فيش لاعب هيرحل مع نهاية الموسم لو محترف هيلاقي حتة يروحها، لأن احنا إن هو ماضي مع نادي الزمالك إن هو يرحل بنهاية الموسم اللي هو في 8، فهو لو عايز يرحل هيرحل دلوقتي اللي هو في الانتقالات الصيفية عشان يلحق يلاقي حتة يروحها. بس أي حد هيرحل مع نهاية الموسم كمدير فني أو كلاعب، ودي برضو من مشاكل إن أنت يكون الموسم بتاعك بينتهي مش شبه حد، إن أنت مش عارف تروح في حتة، أنت مرتبط بالفريق بتاعك. خلونا نكمل أخبارنا ونروح لتصريح وتعليق تاني وبيتكلم عن إن بايرن ميونخ هل هيضم فعلا كريستيانو رونالدو ولا لا. طبعا التصريح بيتكلم ان رونالدو لعيب كبير، ولكن الموضوع ده شائعات مش اكتر. علق بايرن ميونخ الالماني على ما تردد مؤخرا من شائعات حول رغبه النادي في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. قال حمدتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ تعليقا على امكانيه ضم رونالدو: كريستيانو رونالدو لاعب كبير ذو مسيره رائعه، لكن الشائعات اللي بيتم نشرها غير صحيحه، وبي يصر ليفاندوفسكي صاحب ال 33 عام على مغادرة بايرن ميونخ في الصيف الحالي، وتقريبا كده برشلونة هو التوجه الأقرب للنجم البولندي، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقال رونالدو للبايرن. كان بايرن ميونخ كده زي ما كنا بنتكلم معاكم الخميس اللي فات، يعني كان متصدر المشهد بفكرة تعاقده مع السنغالي ساديو ماني بشكل رسمي لحد 2025، وده برضا كبير جدا شايفينه ما بين كل الاطراف. بايرن ميونخ كان عايز اللاعب، ساديو ماني واضح ان هو كان بيتقبل التحدي، ولكن رغم كمان اصرار فريق ليفربول او اداره ليفربول ان هو يكون بيكمل معاهم للسيزون اللي جاي، الا ان رغبه اللاعب هي اللي انتصرت في الاخر، وبالفعل هيكون بيرتدي قميص البافاري في السيزون القادم. طبعا ساديو ماني كان لابس تيشرت بايرن ميونخ من قبل ما يروح، يعني كلامه كله بايرن، يعني حتى لما كان بيتكلم مع الناس ان هو خلاص كان في بايرن ميونخ من قبل حتى ما يتم الاعلان بشكل رسمي. كريستيانو رونالدو ابتدى الكلام زي ما كانت مريم بتتكلم عن فكره انضمامه لبايرن ميونخ، اعتقد ان هو بعيد لسه مفيش حاجه. هو الكلام كله بسبب رحيل ليفاندوسكي، وان هو الراجل عايز يروح برشلونه، رغبه ليفاندوسكي اللعب في الدوري الاسباني، وان هو خلاص بلغ كمان اداره بايرن ميونخ ان هو عايز يرحل ويكون مع برشلونه الموسم اللي جاي. فعشان كده طلع الكلام، لسه مش عارفين هيكون ليفاندوسكي هيكون برشلونه، كريستيانو رونالدو هيكمل مانشستر يونايتد، ولا هيروح بايرن ميونخ، لسه مش عارفين الدنيا رايحه على فين. كالعاده بنتفاعل مع حضراتكم من خلال سؤال اللعب: مين اللاعب اللي تتمنى ضمه لفريقك في فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه؟ اكيد كل واحد شايف، سواء بقى الاهلي زمالك بتشجع اي فريق، اكيد عايز طبعا تشوف لاعب معين في النادي بتاعك. اكتبوا لنا كده ونقرا اكيد الكومنتات بتاعتكم في اخر الحلقه ان شاء الله.
طيب يعني واحنا بنتكلم طبعا عن تطورات كبيره حاصله في ميركاتو بشكل كبير سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي، في ناس كتيره طبعا تكون حابه يحصل تغيرات في الفتره اللي جايه في صفوف فرقها، وده يخليني اسال طب بتشجع مين بره، برشلونه ولا ريال مدريد؟ في الدوري الاسباني ريال مدريد. اول مره يجاوب على حاجه يعني إيه طول الوقت على فكره بقى طب بيساليني في اي حاجه هجاوب ما بيجاوبش ليه والله بشجع يعني لا بشجع ما تعرفلوش كده الدوري الاسباني بشجع ريال مدريد شعره اصفر ومش مريح لا يعني انا بحب ريال مدريد في الدوري الاسباني من زمان جدا فهتلاقيني لو سالتيني مش عارف اقطع عليا في الميديا بتاعي احمد يعني المخرج بيقول لي بما انه بيجاوب على اي حاجه البليزر ده منين البليزر ده منين ماشي هيسيبهولك على الباب هنا استوديو طب مشاهدينا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل اكيد هنكمل كلامنا خليكم معانا اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا وخلونا نتابع ابرز الاخبار على الساحه الرياضيه على مدار الساعات اللي فاتت في فقرتنا اون فاير نيوز ونتكلم على واحدة من البطلات المصريات في رياضة السباحة هي خلاص أصبحت من الكوادر والنجوم ورول موديل بالنسبة للكثير من الأبطال مش بس على المستوى بقى الفني في السباحة لا بشكل عام الكل يتمنى هو يكون بيحظى بنفس الإمكانيات اللي عند بطلتنا المصرية الفراشة فريدة عثمان اللي قدرت إن هي تكون بتحصل على المركز الرابع في بطولة العالم للسباحة في منافسات سباق 50 متر فراشة وحصدت فريدة المركز الرابع في منافسات نصف النهائي حيث وصلت إلى خط النهاية بزمن قدره 25.46 ثانية أكيد بنبارك لها وأكيد هي لسه قدامها فترة تقدر تشتغل فيها نفسها إحنا طول الوقت شايفين فريدة عثمان تقدر أنها تكون بتتخطى حواجز كتيرة وبتحقق إمكانيات بالإمكانيات اللي بتملكها تحقق أرقام مميزة أكتر وأكتر هي ماشية بشكل جيد جدا جدا ولكن التنافس في السباحة مش حاجة سهلة على المستوى العالمي على المستوى بقى الشخصي هي بتحطم أرقامها على المستوى افريقي كمان هي بتقدر تعمل ده فباذن الله في الفتره اللي جايه تكون قادره يعني تعمل ارقام مميزه كمان على المستوى العالمي زي ما هي معودانا في الفترات الاخيره. طيب نروح لمنتخب مصر لكره اليد للشباب اللي نجح في تحقيق فوز هام على بولندا بنتيجه 27-25 في ثاني مباراة ببطولة العالم لكرة اليد وكان منتخب مصر للشباب خسر مباراته الأولى أمام المجر وهيلعب النهاردة مباراته الثالثة أمام منتخب أمريكا وبتضم قائمة اللاعبات المصريات اللي بيشاركوا في بطولة العالم كل من الله سيد ياسمين جمال أمينة هشام مريم يحيى نهى أيمن ولوجا عيد وعبيد وسارة يحيى ويارا هاني مريم عمر نادين طارق ملك طلعت علاء صابر وجنى صلاح وشاهد حسام مريم أسامة ومايا وائل بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق بإذن الله كل أبطالنا في أي كانت اللعبة اللي انت بتلعبها إن شاء الله بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق وحاول مزيد من الإنجازات المصرية إن شاء الله أكيد بإذن الله ده اللي نتمناه في الفترة اللي جاية وفي بداية حلقتنا كنا بنتكلم يعني عن قرعة بطولة كاس مصر النسخة الحالية اللي هتكون بتقام النهاردة في مقر اتحاد كرة القدم ولكن مش هينفع ننفصل خالص إن احنا بكرة عندنا مباراة مهمة وكبيرة ومرتقبة أكيد بالنسبة لجماهير كرة القدم المصرية والأهلوية بكل تأكيد مباراة مؤجلة بقى من بطولة الكاس النسخة اللي فاتت تنافس في ربع النهائي ما بين النادي الأهلي وبيراميدز مباراة هتنطلق الساعة 9:30 مساء والرؤية الفنية الخاصة لهذا اللقاء اللي يعني فيه تحديات كبيرة بالنسبة للفريقين وأكيد حوافز موجودة عند الفريقين إن هم يكونوا بيتخطوا هذا الدور ويفوزوا على بعض فهنشوف طبعا مين هيكون قادر يعمل ده وبالمعطيات مين هو الأقرب بينضم إلينا عبر الهاتف واحد من نجوم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين الكابتن أحمد نخلة صباح الفل على حضرتك يا كابتن صباح النور يا مريهان صباح النور يا يحيى كابتن مصر صباح الفل على حضرتك بتنورنا دايما جدا الله يخليك يا حبيبي تسلم بالتوفيق طبعا ان شاء الله بالتوفيق حبيبي يا كابتن مصر يعني زي ما كانت بتتكلم مريهان مباراه مهمه جدا لاهلي بيراميدز في كاس مصر الموسم اللي فات واكيد تفاصيل المباراه دي هتكون مختلفه يعني انت بتتكلم النادي الاهلي مع الكابتن سامي قمصان ظهور للكابتن سامي في مباراتين المباراه الثالثه ليه امام بيراميدز مش فريق اللي انت تقدر تقول مباراه تكون سهله كمان في الكاس فمش مباراه بنقاط لا انت مباراه هتكسب فيها مكسب وخساره او فيها يعني خلاص الواحد هيخرج بره المسابقه في المباراه ظروفها صعبه بالنسبه للفريقين طبعا يا يحيى كلامك منطقي جدا وهي مباراه صعبه طبعا فريق بيراميدز طبعا فريق قوي
يملك من العناصر الفرديه عناصر كويسه جدا جدا، تمام. يمكن اخطرهم رمضان صبحي في الشق الهجومي، بيأدي باداء جيد جدا الفتره اللي فاتت، تمام. برضه بنتكلم برضه على فريق النادي الاهلي، برضه سامي قمصان بصراحه مقدم مستوى جيد جدا جدا طبعا. اعتقد برضه ان قبل كده اتكلمت معاك وقلت لك هو مدرب واعد واخد فرصه كويسه قوي، في سبورت قوي جدا من الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي، وكمان الجمهور بدا يسانده بقوه، فاعتقد ان هو ماشي بخطوات كويسه جدا جدا. المباراه اللي فاتت برضه الشوط الثاني اداها فنيا بشكل جيد جدا جدا، بنزوله برضه لزياد طارق في توقيت صعب جدا ان هو قدر يرجع في المباراه ويكسب، عايز يفوز يعني. لما تيجي تتكلم انه بينزل مهاجم كمان حسام حسن وينزل زياد طارق، التبديلات بتبقى علشان عاوز ازود الثقل الهجومي عشان يكون في تاثير ايجابي ان انا افوز، وهو ده اللي حصل فعلا. فطبعا يعني بنتمنى التوفيق. طبعا مباراه صعبه، نادي بيراميدز زي ما قلت بيملك عناصر قويه وتعتبر يعني بقول عليه ان هو منتخب مصر مصغر، بيراميدز من مجموعه اللعيبه اللي موجوده تحس ان هو كده منتخب مصر مصغر. من فتره احنا كنا بنقول كده. النادي الاهلي طبعا انا اعتقد برضو ان في الغيابات برضو بشكل غريب، اشوف ان برضو احمد عبد القادر مش موجود، اشوف ان اهاني مستبعد برضو فنيا برضو قليل جدا، السوليه يحيى لسه مش في حالته، يعني في ناس كثيره بعيده. الغيابات دي انا بقول لك يعني بصراحه الله يكون في عون المدير الفني، يعني لما انت تدخل مباراه صعبه زي دي وسيمي فاينال يعني قبل نهائي، مباراه قويه مش سهله، ومعاك برضو غيابات دي، صدقني برضو بتاثر برضو ان انت عاوز تبقى مكتمل العناصر عشان تنزل بكل قوتك في مباراه زي دي، انك تلعب مباراه تلعب نهائي كاس وبعدين نهائي كاس وبعدين بعد كده ممكن تلعب سوبر ان شاء الله مثلا يعني. فطبعا لا انا بكلمك في مباراه مش سهله، مباراه صعبه على الفريقين، يعني زي ما بنتكلم ان فريق النادي الاهلي عنده الغيابات دي بشكل غريب، كل فتره بنلاقي اثنين ثلاثه لعيبه من النادي الاهلي بيبعدوا بشكل مش عارف من نفسي خلاص، يمكن حتى راجل كابيلو بتاع المخطط الاحمال اللي مشي دوت، كنا بنتكلم ان هو شغله مش مظبوط، واكثر من مره في انتقادات على الاصابات العضليه الكثيره دي يا يحيى، ما هو الاصابات العضليه دي بترجع للمخطط الاحمال اللي بيديك الشغل البدني، هو ده اللي بنتكلم عليه. لكن اعتقد دلوقتي خلاص عبد القادر بتتكلم في اماميه، حسين الشحات بتتكلم في عضله خلفيه، برضه الحاجات دي برضه غريبه يعني يا جماعه ده اصلا ما فيش كل ثلاث ايام مباراه، حاله الاستشفاء برضه اعتقد ان هم بيقوموا بيها بشكل جيد. لكن فنيا طبعا مباراه صعبه، اعتقد ان برضه النادي الاهلي الحاله اللي هم ماشيين بيها ديت الفتره اللي فاتت، الفوز وفوز يعني ما شاء الله من فوز لفوز، شكلهم كويس جدا. اعتقد يعني انها هتبقى مباراه مش سهله، لكن هي يعني صدقني قبل كده كنا بنقول اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي وبيراميدز، دلوقتي فعلا اهلي وبيراميدز، يعني حتى بيراميدز فريق قوي ويتعمل له الف حساب. صحيح. طب كابتن احمد، يعني انت بتتكلم على نقطه ان في غيابات طبعا النادي الاهلي بيعاني منها، واكيد البعض منها يكون مؤثر جدا على المستوى الفني، ولكن برضه حضرتك ذكرت نقطه وهي انه في بعض اللعيبه مش في حالتها، لعيبه كبيره ولعيبه ياما ادت لتيشيرت النادي الاهلي، فاحنا مش بنتكلم على جوده اللعب، اللعيبه كلها لعيبه جامده جدا جدا وقدرت ان هي تكون بتثبت ده على مدار سنوات وسنوات، فهي مش في محل التقييم، ولكن فعلا احيانا بيكون اللاعبين مش في حالتهم، ولكن ممكن سوء الحظ بالنسبه للنادي الاهلي ان هو اكتر من عنصر اساسي مش في افضل حالاتهم دلوقتي على المستوى الفني وعلى المستوى الذهني. في مباراه بقى حضرتك وكل الناس طبعا واحنا كلنا شايفينها مباراه لا مهمه ولا تحتمل القسم على اثنين، وكمان ما بين منافس يعني النادي الاهلي هيكون جماهيره كمان بتفضل ان هو يكون قادر يحقق عليه نتيجه ايجابيه، فهل ممكن نعتبر ان مباراه صعبه زي دي اللي ليها حسابات خاصه اللي ليها شكل معين بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني واللعيبه والجماهير وكله بنتكلم عليها ممكن تكون سبب لعوده بعض اللاعبين لحالتهم مره ثانيه، ولا بالعكس اللعيبه المضغوطه ومش في حالتها ممكن تكون المباراه دي بتزود الضغوط عليهم؟ طبعا يا برهان كل الامور دي اللي انت ذكرتها طبعا مليون في الميه سليمه. خلينا ما نبعدش برضه، اقول لك برضه ان في السوليه بالخصوص، يعني عشان انت برضه ممكن مش عايز تذكري اسماء، لكن لا مثلا محمد الشناوي في الفتره الاخيره برضه مش في افضل حالاته. تمام الشناوي محمد هاني، احمد عبد القادر، عمرو السوليه، كل دي لعيبه مش في حالتها يا كابتن، منتهى الامانه.
انا يا يحيى اتفق معاكم تماما تماما. خلينا بس في حاجه اتفضل. خلينا في كده في حاجه زي بنقول عليها مثلا في ناس تقال في الفريق تمام. انا ما اقدرش ابعد, ما اقدرش ما اديلهمش, ما اقدرش ابعد اقول مثلا تعالى خلاص. طب هاني الفتره اللي فاتت الماتش المباراه اللي فاتت قعد ليه يحيى؟ هاني قعد ليه محمد هاني؟ خلاص ان احنا حاسين ان هو مش قادر فعلا. صح. هاني ارتاح, لعب كريم ادى بشكل كويس. صحيح. لكن هاني برضو مش عاوز, هاني برضو لعب كويس. ممكن يكون الليمون دولت اللي خدهم بتوع راحه المباراه اللي فاتت تمام بتاعت المحله, ممكن يكونوا فرقوا معايا حالف الفيش, ممكن يكون رجع كويس. وكابتن احمد والله لما ساعات لعيبه كبيره تبقى مش فايقه بيبقى ذكاء من المدرب ان هو يقعدهم علشان ما يبقاش بيضغط عليه اكتر من كده, خصوصا لو الجماهير بتبقى بتنتقد بطريقه ممكن تموت اللعيب اكتر او تضغطه اكتر. تمام. خليني برضو هرجع تاني, بنتكلم على الشناوي, بنتكلم يا يحيى على الشناوي, بنتكلم على السوليه. اتنين بنيجي نتكلم مثلا الشناوي من بدايه مثلا قائد. الشناوي قائد, والله هو ممكن ذهنيا ممكن ما يكونش مركز شويه, برضو مش ده الشناوي بتاع النادي الاهلي في البدايه ورقم واحد في مصر وي. انا معاك, ما اقدرش ابعد الشناوي, ما اقدرش. قائد فيه قائد. السوليه نفس الموضوع في نص الملعب. السوليه في نص الملعب برضو ديفندر رقم 8 بيعمل لك الدور بتاع 8 والدور بتاع 10 بيعمل الزياده العدديه. طبعا يعني ممكن تقول مثلا يعني من كلام حضرتك اللي هو تقدر تستغنى عن هاني ولكن ما تقدرش تستغنى عن الشناوي والسوليه الاثنين لعيبه. يعني ممكن تستغنى عن هاني تريحه عشان يتخلص من ضغوطات ولكن ما تقدرش تستغنى عن واحد بحجم الشناوي او حجم السوليه في نص الملعب. ممتاز برافو عليك. يعني نص الملعب فيه تقل. طيب انت ما عندكش ديانج دلوقتي تمام. انت عندك حمدي فتحي مصاب, عندك ديانج مصاب مش موجود تمام, عندك ناس كده في نص الملعب مش موجوده معاك دلوقتي. اللي موجود حتى اللي بيلعب جنب السوليه من كوكا. وكوكا مش اساسي لكن صحيح. الولد متوظف وبيأدي بشكل لعيب كويس جدا بالظبط وفريش وصدقني ده جاي. صحيح طبعا جدا لعيب كويس جدا. كوكا ده جاي ان شاء الله. انت بس محتاج بس ان هو كمان ياخد الثقه بس وما يبقاش في رهبه المباريات, لكن ده جاي. محتاج يشتغل على الكور العاليه بس يا كابتن نخله. والله بس دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه كوكا بشكل عام. كمان ده انت مش واخد بالك, ده هو كمان عنده مهاره التسديد. صحيح جدا, بيعملها بشكل ممتاز. صدقني يا يحيى هتشوف لعيب ان شاء الله يعتبر ان شاء الله مكسب في المكان ده. طبعا بس جاي ومكسب ليه؟ مفيش حد يعني بيتكلم, مفيش حد. ده كويس ان السوليه مثلا ايه يا سوليه. وعاوز اقول لك حاجه, ممكن يعني بنسبه 90% ممكن يكون الكابتن سامي مصون اتكلم مع سوليه وقال له يا سوليه هتديني ولا تقدر ممكن تريح, انا اقدر اريحك. والسوليه من اللعيبه اللي عندهم حته الجلد ديت يا يحيى, لا انا موجود يا كابتن وانا هكون ان شاء الله باذن الله هادي. والسوليه عنده دي مش قادر بس لا انا بس هو عايز يبقى موجود. برافو عليك. وممكن كمان التمرينات اللي فاتت برضو قبل مباراه المحله بالخصوص يا يحيى, حاله التمرين مثلا بيبقى مثلا عايز اقول لك انه تمرين لايت يعني بمعنى سهل كده, تمرين لايت بمعنى يعني احماء مربعات كور ثابته حاجات بسيطه, مش ما فيش احمال بدنيه بقى ولا القصص دي كلها. يعني حتى انا بشيل الضغط من على السوليه وبحاول اساعده انه يرجع ريفرش تاني, فاهم قصدي ايه؟ فدي مهمه جدا ان دول تقل في النادي الاهلي. طبعا الشناوي والسوليه دول ما اقدرش استغنى عنهم, ما اقدرش اقول لهم يا جماعه انا هريحكم زي هاني كده ما عنديش البديل اللي يقدر يقف. لكن لما هاني يقعد وكريم يلعب, كريم برضو قريب المستوى, كريم ادى بشكل كويس, كريم فؤاد تمام. لكن بنتكلم في ناس فعلا مجهده وتعبانه. انا بقول لك ان السوليه مجهد وتعبان صح, بس بادئ اهو بيحاول يرجع. الشناوي ذهنيا برضه مش هو ده الشناوي. التركيز مش 100% مش افضل حاجه, لكن الشناوي وجوده مهم. وما اقدرش اقول للشناوي اقعد ولاعب مثلا شوبير الصغير اللي بيأدي بشكل كويس الفتره اللي فاتت واقول له تعالى شوبير العب والشناوي اقعد, لا ما ينفعش. لا ده لازم اقف معاه ويقف معايا ويرجع. طبعا لان هي مش ثوابت يا كابتن نخله, وطبيعي جدا ان اي لعيب في العالم ممكن يكون عنده بيحصل له زي دروب وبيرجع تاني بيفوق بعد ماتشين بعد ثلاثه, فده طبيعي في العالم كله. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن نخله وهي فنيا, لو هنتكلم عن الاستقرار الفني يعني ممكن يكون في النادي الاهلي في بعض الاجهاد, تغيير موسيماني, تولي الكابتن سامي قمصان, الناحيه الثانيه بيراميدز مستقر لحد ما يعني فنيا, شايف ده ممكن يفرق في حاجه؟ وهتكلم برضه يمكن في خطوره بيراميدز تتمثل في رمضان صبحي وابراهيم عادل, اتنين لعيبه عندهم حلول فرديه, ممكن يكون شكلهم عامل ازاي, ممكن الكابتن سامي قمصان يكون بيلعب بشكل عامل ازاي عشان يحد من خطوره الاتنين لعيبه دول. طبعا يا يحيى انت جبت اتنين لعيبه مؤثرين جدا تمام, رمضان صبحي وابراهيم عادل.
رمضان طبعا عنده الخبرات الكبيره طبعا. عنده مهاره لاعب ضد لاعب من افضل لعيبه في مصر، عنده لاعب ضد لاعب كده زي بن شرقي بيعملها بشكل كويس جدا جدا، زي شيكابالا برضه بيعملوها كويس قوي قوي. اكيد طبعا هو هيشتغل سامي قمصان طبعا، الاستقرار طبعا مطلوب يا يحيى، لكن انت خد برضه يعني هم قالوا قبل كده ان مدرب النادي مدير فني النادي الاهلي مؤقت تمام. فدي مهمه برضه ان سامي قمصان بيجتهد وبيشتغل ان هو عاوز ينجح طبعا. باين اكيد قوي. اكيد انا طبعا. مش مركز انا مش مركز هيجيب مين ولا مش هيجيب مين، لا خليني انا اول اركز في شغلي. هو ماشي هو بيشتغل فنيا فقط. برافو عليك برافو عليك، بيشتغل برضه على العامل النفسي طبعا طبعا، بيشتغل على الفريق بس ملوش دعوه بالتفاصيل اللي ممكن تكون، سواء بقى مجلس اداره بيتعاقد مع صفقات عنده، هو بيشتغل مع الفرقه بالظبط بالظبط. كمان حته برضه عشان والله يا يحيى يمكن الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي برضه، ان احنا بندور على مدرب، والمدرب اللي شغال اللي موجود بيقدم بشكل كويس تمام، وفي ضغوط وكل حاجه مطالب انك عايز تكسب، النادي الاهلي لازم يكسب. لا ده انت كمان في المباراه اللي فاتت الشوط الثاني بخصوص التبديلات والانتشار وكميه خلق الفرص يا يحيى للنادي الاهلي كانت كثيره جدا وكويسه قوي، خدت بالك ازاي؟ فبرضه الراجل بيجتهد ممتاز كويس كمل. طيب انا مثلا النادي الاهلي بيجيب مدرب ماشي، النادي الاهلي ماشي في طريقه، مجلس اداره ماشي في طريقه طبعا، عاوز يجيب مدير فني كبير، عايز يجيب ستاف كبير ماشي، لكن انا كسامي قمصان انا بادي الدور اللي عليا تمام، بحاول اجتهد بحاول اطلع اقصى حاجه عندي ان انا انجح في المهمه اللي اسندها ليا النادي الاهلي، وبصراحه ماشي كويس جدا. خليني ارجع لك طيب بس على موضوع ابراهيم عادل وصبحي، طبعا اكيد هو اللي بيحصل دلوقتي يا يحيى ان خلاص الفرق كلها بقت كتاب مفتوح لبعض، يعني مثلا بتيجي تشوف محل الاداء الفني دوت بيكيب مباراه بيراميدز من الاخيره او اخر ثلاث مباريات تمام، ويشوف مثلا ايه الشق الهجومي عندهم عامل ازاي، بيشوف مثلا في حاله الدفاع عندهم بيبقوا عاملين ازاي، بيقطع كده زي مقاطع فيديو ويعملها زي برزنتيشن وبيشرحها للعيبه، طبعا اكيد كابتن سامي قمصان بيعمل الكلام ده، وطبعا بيراميدز برده نفس الموضوع بيجيب مباراه الاهلي اللي فاتت واللي قبلها ويبدا برده يشتغل على نقاط الضعف ونقاط القوه. يحيى انا عاوز اجتهد يا يحيى، اشوف ايه سلبياتك يا يحيى عشان اشتغل عليها، ونفس الموضوع انت كمان بتجتهد وتشوفني انا ايه القوي عندي، يعني طبعا. انا مثلا عندي شق هجومي، هو عنده رمضان زي ما انت قلت، عنده ابراهيم عادل، عنده نص ملعب قوي بدنيا بيقدر يوصله رمضان وابراهيم عادل، طبعا اكيد اكيد هيبقى في مهام للدفاع من ناحيه مثلا اليمين بالخصوص عشان رمضان نقدر نوقف الجبهه دي ازاي تمام. ابراهيم عادل عنده سرعه وعنده مهاره وبيقدر يعدي ويقدر برضه بيروح لنص الملعب وبيقدر يعمل زياده عدديه من الخلف بيقدر يجيب جول، كل الامور دي طبعا اكيد سامي قمصان هيبقى ملم بيها هو والجهاز اللي معاه تمام، ان هم يحاولوا بشتى الطرق اوقف الخطوره دي، واشتغل ازاي ان انا احاول برضو التلت الاخراني ده والتلت الهجومي عنده يحيى برضو شوف الغيابات اللي موجوده، انا بتكلم على طاهر على حسين الشحات على عبد القادر على بيرسي تاو مش محالته، فكل دي برضو سلبيات يحيى في النادي الاهلي تمام. صعبه مباراه صعبه يحيى، وصدقني لما تيجي تقول لي مين هيكسب اقول لك لا انا ما اعرفش مين هيكسب، ممكن تقول لي اهلي اهلي عنده معلومات، لكن فريق قوي، فريق بيراميدز مكتمل الخطوط وعنده لعيبه كثيره، حتى اللعيبه اللي على الخط يقدروا ينزلوا ياثروا معاك ويفرقوا معاك يا يحيى بشكل طبعا. طيب خليني اسال حضرتك عن تاو تحديدا، لانه على مدار الفتره اللي فاتت كان في يعني استياء من بعض جماهير النادي الاهلي، وانه مستوى اللاعب يعني مش طول الوقت قادر ان هو يكون بيقدم، او في علامات استفهام حوالين مستواه بشكل عام، تحديدا اللاعب ده لو حضرتك تقول لنا وجهه نظرك فيه فنيا ايه اللي بيحتاجه، هل محمد شريف المفروض يكون هو خلاص الدور الاول بقى ليه على طول في الفتره اللي جايه، رؤيتك وتقييمك ليه بشكل محدد، وبرده لو نعرف من حضرتك وانت بتتكلم عن غيابات كبيره بيعاني منها النادي الاهلي، على الناحيه الثانيه برضو الاستقرار اللي موجود على مستوى اللعيبه داخل فريق بيراميدز، ازاي الكابتن سامي قمصان يقدر يتعامل معاه، خصوصا واحنا شفنا ان مباراه برضو غزل المحله كانت بمثابه قلق بالنسبه لبعض جماهير النادي الاهلي. والله بالنسبه لبيرسي تاو يا مريهان، بس عشان بس نكون منصفين يعني قبل كده برضو يعني اتكلمنا ان بيرسي تاو كلاعب يعني امكانياته الفنيه والمهاريه والبدنيه هو عنده مهاره صراحه يعني. اخر حاجه انا شايفها له اخر مباراتين اللي هو فوق الصفر كان عاملهم كويس قوي، يعني لو نفتكر عامل 4 أسيست وجايب هدفين يا يحيى صحيح، صراحه كان كويس الامانه كان كويس، لكن انا ما ينفعش يكون عندي شريف يا بريان ووظف بيرسي تاو مهاجم، ما ينفعش يكون عندي حساب حسن ووظف بيرسي تاو مهاجم. هو ناحيه يمين تمام يقدر يؤدي في المكان ده،
لكن هو عنده مهاره. عنده مهاره، وده اللي ابتدى يشتغل عليه الكابتن سامي قمصان على فكره يا كابتن نخله. يعني هو ابتدى يبعد بيرسي تاو عن فكره ان انت تسعه، انت مش تسعه، تعالى ناحيه اليمين بقى وتعالى ناحيه شمبي، هو بيلعبه جناح، هو ده اللي كان بيعمله الكابتن سامي قمصان. برافو عليك يا يحيى. وبرضه المردود يا يحيى ايه لما الكابتن سامي قمصان عمل كده؟ ادى حط كل حاجه مكانها. طبعا رجع محمد شريف. بالظبط، رجع محمد شريف كمان ايه الثقه رجعت بجديد. طبعا يا شريف اتفضل العب مكانك وادي وانا هصبر عليك، لانك انت فعلا مهاجم النادي الاهلي، انت هداف وانت هداف الدوري وانت ده مكانك. فاعتقد شريف فين وفين، حتى المباراه اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا، وقدر برضو ان سامي ما يطلعش. قبل كده كنا بنشوف مثلا بيطلع تبديل مثلا حسام حسن بيجي ينزل مثلا وتلاقي شريف طالع. دلوقتي حسام حسن موجود، خدت بالك ازاي؟ بيكمل، انت بتزود الثقه الهجومي بقى. لا انت راجل اساسي عندي وانت مهاجم بتعرف تتحرك بين الخطوط، بيعرف يجيب جون. توقيت صعب قوي الكوره اللي جت دي، القرار اللي اتاخد دوت، الباص من زياد صار انه يقدر يعملها لمسه واحده بالشكل دوت، دي مش محتاجه تستلم خالص هنا يا يحيى. لا دي هدف، ده قرار من 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 مهاجم. الهدف اللي جابه في الزمالك برضو، القرار اللي اتاخد دوت برضو قرار مهاجم. فطبعا الثقه بترجع تاني. انت سامي قمصان بيعمل حاجات كويسه قوي، ان هو بيحاول يرجع الناس تاني لمستواها، بيكسب الناس كل واحد في مكانه، ده امر طبيعي، ده نجاح، فدي مهمه جدا. يعني زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن نخله، وان شاء الله تكون مباراه كده كبيره نستمتع بيها كلنا ان شاء الله. الاهلي فريق كبير، بيراميدز بيمتلك العناصر اكيد كتير مهمه. نشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد نخله، واحد من نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي، ودايما بتنورنا وبتسعدنا بوجودك معانا يا كابتن. طيب احنا خلينا برضو واحنا بنتكلم على قصة التحكيم والتطور اللي بنشوفه كبير جدا وملحوظ على الملاعب في اوروبا فيما يتعلق بالتحكيم، وقد ايه هم بيحاولوا يقللوا من فرصة ان يكون في اي اخطاء بشرية بتحصل في اي قرارات. في بعض القرارات التحكيمية دايما بتكون مثيرة للجدل، ابرزها واهمها هو التسلل طبعا اللي بيكون متحكم فيه بشر، حكم الراية هو اللي بيكون بيؤكد ده تسلل من عدمه. فحتى دي هم بيحاولوا ازاي دلوقتي في التفكير ان هم يكونوا بيطوروها وبيشتغلوا عليها عشان تكون حاجه برضو مميكنه لتقليل فكره ان يكون في اخطاء تحكيميه. خلونا نطلع لفقرتنا مع المستكاوي، مع الاستاذ الكبير حسن المستكاوي. قربنا اكتر من تقنيه ممكن تكون قريب جدا نبدا نشوفها في الملاعب في اوروبا، وممكن بقى من بعدها برضو نبدا نشوفها موجوده عندنا في افريقيا، وهي اللي بتتكلم عن الاحتساب التسلل شبه الآلي. فنعرف بقى أكتر عن المعلومة دي، ويحيى برضو مش عارف ولا مش عارف حاجة. لا ما هنعرف بقى من ناطقنا الكبير. خلونا نعرف، ولما هنعرف بعدها إن شاء الله هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نواصل مشاهدينا، خليكم معانا. أنا اتكلمت قبل كده عن التكنولوجيا في الرياضة وفي كرة القدم، وكل شوية بيطلع لنا حاجة، يعني بيطلع لنا حاجة جديدة في الأحمال وفي التصوير وفي الفار. آخر حاجة في اجتماعات الأخيرة في الدوحة للاتحاد الدولي أو الإيفاب، المجلس الدولي لكرة القدم اللي بيحط القوانين، كان في كلام عن تقنية التسلل، كشف التسلل شبه الآلية. أنا الحقيقة ما فهمتش، وحتى اقرا كتير في الموضوع ده، يعني ايه يعني رجل آلي هو اللي هيبقى لاين مان ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا هيبقى في كاميرات مخصوصه للتسلل، وحكم في حكام فار، وفي حكم مخصوص قاعد في نفس الغرفه لمراقبه التسلل بالتقنيه الجديده دي، اللي هي بتعمل تصوير ثلاثي الابعاد برسوم متحركه، وده هيتنقل للمشاهدين على شاشات التلفزيون وعلى شاشة الملعب. أنا عارف الحكم في الآخر هيبقى ليه، مش فيه إلا الصفارة هيصفر بيها ويلعب بيها وخلاص، لكن كل حاجة هتبقى يعني آلية. يعني مجلة وورلد سوكر من 10 سنين تقريبا، مجلة إنجليزية مشهورة يعني، عملت تصور، قال لك إحنا هنتخيل الكورة في 2030 هيبقى شكلها إيه؟ قال لك مش حاجة اسمها دوري إسباني ودوري إنجليزي ودوري إيطالي، لا ده دوري عالمي، ويعني الناس العالم كله هيلعب مع بعضه يعني، وهي ماشيه في السكه دي على فكره، دوري الامم في اوروبا وهكذا يعني. المهم
التكنولوجيا مهمة جدا في الرياضة. التكنولوجيا ساعدت على تطوير الرياضة. التكنولوجيا ساعدت في السباحة، في التنس، في كل حاجة، ومهمة جدا. وأيضا هي اقتصاد أرباح شركات الفار وشركات التقنية التسلل شبه الآلية والحاجات، بيكسبوا فلوس كتيرة جدا. الفيفا نفسه لما بيسمح بدخول هذه الاختراعات أو هذه التقنيات إلى البطولات بتاعته بياخد فلوس. حتى الرذاذ المتلاشي أو شوية البودرة اللي بتترش على اخترعها واحد أرجنتيني على ما أذكر يعني، وحتى طالب الفيفا اللي استخدمته بتعويض 100 مليون دولار لأنهم استخدموه من غير إذنه فترة من الفترات. المهم يعني أن التكنولوجيا دي مهمة جدا، وإحنا لازم يبقى دافع عقلنا طالما إحنا عايزين نتطور ونلعب رياضة ونعمل يعني انتقاء للمواهب والمهارات، ونشوف اللعيب بتاعنا بتاع الكورة دلوقتي عايز إيه من مهارات معينة عشان يجاري الكورة في العالم أو في المستويات العالية، ده محتاجين التكنولوجيا، تكنولوجيا على كل المستويات. لفت نظري برضو تقرير عن ضربة الجزاء. شوف الناس دي بتدرس ازاي، يعني في جامعة في ألمانيا قال لك احنا يعني قلنا ندرس ضربة الجزاء دي بتتلعب ازاي بالقوانين او بعلوم الفيزياء. يعني المرمى عرضه 7 متر و32 سنتي، ارتفاعه 2 متر و44 سنتي، المسافة بين المرمى ونقطة الجزاء هي 12 ياردة أو 11 متر، قطر الكرة 22 سنتيمتر. غالبية الكرات التي تسدد من نقطة الجزاء سرعتها بتتراوح بين 72 و90 كيلو متر في الساعة، يعني متوسط سرعة 83 كيلو متر في الساعة، يعني 23 متر في الثانية. أنا معلش أنا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا الناس دي بتشتغل إزاي. يعني الكرة بتوصل، الكرة بتاعة ضربة الجزاء بتوصل خط المرمى في نص ثانية، وده معناه أن حارس المرمى مطلوب منه رد فعل. حارس المرمى زي بقى يعني كورتوا و يعني أوليفر كان قبل كده وهكذا، يعني حارس المرمى محتاج أنه يبقى عنده رد فعل في ربع ثانية عشان يقدر يلحق الكرة اللي هي بتاخد نص ثانية، فضل له ربع ثانية. الربع الثانية الثاني عشان يقفز من منتصف الملعب أو منتصف المرمى عشان يوصل للكرة. طب ده معنى كده أن الحارس لازم تكون سرعته ما بين 35 كيلو متر في الساعة ل 36.1 كيلو متر في الساعة إذا الكرة راحت في زاوية من الزوايا. يعني عداء الميت متر زي كارل لويس زمان وزي أبطال الميت متر هم بس اللي يقدروا يملكوا هذه السرعات اللي بيتكلموا عليها. أنا عارف حضراتكم مش مركزين في الأرقام اللي أنا قلتها ولا ما قريتها، لأن أنا مضطر أقرأها مش قادر أحفظها يعني. بس معنى الأرقام دي شوفوا الناس بتشتغل إزاي. هل إحنا مرة كده فكرنا إحنا بقى اللي هو بتوع الكورة يعني أو الناس اللي بتشتغل في الكورة أو اللجان بتاعت الاتحاد، أنا مش هقول رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يعملوا الشغلانة دي، هل في جامعة في مصر شايفة الكورة صناعة مهمة والناس بتهتم والناس بتسعد وتبقى فرحانة أو بتزعل قوي عشان المنتخب يكسب أو المنتخب يخسر؟ هل فكرنا هل في جامعة فكرت تعمل دراسة زي دي؟ بلاش. هل في جامعة أو في نادي أخذ الدراسة دي وحكاها زي ما أنا ما بحكيها كده للاعبته والحارس مرمى؟ من غير التكنولوجيا اللي هي عمالة تجري وإحنا بنجري وراها، من غيرها مش هنتطور برضو، مش هنتطور بقى مش في الكرة بس، في الرياضة بشكل عام.
يعني الأخذ بأسباب العلم مسألة في غاية الأهمية في كل المجالات، ومن ضمنها الرياضة. العالم كله اتطور بالتكنولوجيا بتاعت الرياضة. من غير ده، من غير ما حتى الواحد هو بيتفرج على ضربة الجزاء، في طبعا حراس مرمى بيتصدوا ضربات الجزاء، إنما الحسابات اللي في الدراسة اللي أنا كنت بحكيها دي بتقول قد إيه ضربة الجزاء صعبة جدا إن الحارس يصدها بالسرعات اللي مطلوبة منه والسرعات اللي محسوبة للكرة نفسها وقوة التسديد. تكنولوجيا مهمة جدا. بالمناسبة تقنية التسلل شبه الآلي اتجربت في كأس العرب في الدوحة، واتجربت في كأس العالم للأندية في أبو ظبي الأخيرتين، كأس العرب وكأس العالم للأندية. حسيتوا بيها؟ شفتوها يعني ولا محدش خد باله؟ معرفش، بس التكنولوجيا بقت تحكم الرياضة وعلينا أن نستند عليها. إن شاء الله أسبوع كمان ونتقابل بإذن الله. أشكركم. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. نروح لأخبار النادي الأهلي. بيواصل حمدي فتحي، حسين الشحات، أيمن أشرف، ثلاث لعيبة أكيد غايبين عن النادي الأهلي، تنفيذ برنامجهم التأهيلي استعدادا لمباراة بيراميدز إن شاء الله اللي هتكون بكرة بإذن الله الساعة 9:30 في ربع نهائي كأس مصر. وحمدي فتحي خد تدريبات في الجيم وبعد كده عمل كده جزء من البرنامج التأهيلي، سواء أيا كان اللعيبة أو الغيابات. دايما بتتكلم عن غيابات ممكن تكون مؤثرة بالنسبة أكيد للنادي الأهلي. هنشوف إيه اللي ممكن يكون موهل أي لاعب فيهم هيكون بيلحق بمباراة بيراميدز بكرة أو لا، ده اللي هنتابعه أكيد مع حضرتك. ولسه استكمالا لاخبار الغيابات، ولكن خبر اكيد سعيد بالنسبه لكل جماهير كره القدم الاهلاويه والمصريه كمان بسبب دوره الكبير وروحه وامكانياته العاليه في مركزه كباك رايت. كشف الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي عن اخر تطورات اصابه مدافع الفريق اكرم توفيق، واللي تعرض لاصابه في قطع طبعا في رباط الصليبي وقام بعمل جراحه ناجحه الحمد لله في الفتره اللي فاتت. تاكد الدكتور ان اكرم توفيق حاليا بيتواجد في النمسا وقام بعقد جلسة مع الطبيب النمساوي كريستين فانك، وهو اللي قام بعمل الجراحة الطبية لي، وبيعمل في الوقت الحالي على برنامج تأهيل مكثف مع اللاعب من أجل استعادته للعودة مرة تانية للتدريبات الجماعية. أوضح الدكتور أبو عبلة إلى أن الطبيب النمساوي أكد لي أن أكرم توفيق اقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات الجماعية، وأن اللاعب بيستجيب بشكل مميز للبرنامج التأهيلي الخاص به، خاصة وأن أكرم قام بعمل العديد من البرامج التأهيلية في مصر وكمان في قطر. إن شاء الله يعود سريعا ويعود في وقت قريب، يقدر أنه يكون بيشارك كمان وتكون حالته الفنية على أكمل وجه، وبإذن الله يكون خد الفترة التأهيلية بتاعته بشكل مظبوط 100%، عشان إن شاء الله تكون العودة ما فيهاش أي حاجة تانية تبعده مرة تانية عن الملاعب. يمكن من أبرز اللعيبة اللي كانت غيابها مؤثر هو أكرم توفيق، وده تم ملاحظته من منتخب مصر أو النادي الأهلي، وده قلة الباك رايت اللي موجوده في الدوري المصري طبعاً. اكرم توفيق واحد من اللعيبه يعني اللي حتى هو ما كانش موظف كباك رايت، ولكن لما توظف في الحته دي ادى فيها بشكل جيد جدا. بنتمنى له اكيد العوده سريعا ان شاء الله. نروح لملف تاني داخل النادي الاهلي، هو الملف الاهم، وهو اختيار المدير الفني الجديد بعد رحيل بيتسو موسيماني. تولى القياده الفنيه بشكل مؤقت للكابتن سامي قمصان، واداره النادي الاهلي بتسابق الزمن كده زي ما بيقولوا، عشان يكونوا بيتم الحسم في ملف اختيار المدير الفني الجديد للنادي الاهلي طبعا لخلافه موسيماني. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع شركه الكوره برئاسه الاستاذ ياسين منصور، جلسات على طول مستمره خلال الساعات اللي فاتت عشان يكون بيتم الحسم زي ما بقول لحضراتكم عن اختيار المدير الفني الجديد. وكان في سمعنا اسامي كتيره جدا، يمكن حوالي 17 اسم ممكن تكون بتسمعهم خلال الايام اللي فاتت عن تولي القياده الفنيه للنادي الاهلي. ثلاث اسامي يمكن اللي خلاص يعني الكلام ما بينهم، وهو
الاقرب يعني لحد دلوقتي هو روي فيتوريا، ولكن بشان الراتب اللي هياخده خلال تولي المسؤوليه لسه بيظبطوا معاه شويه تفاصيل كده. كان في تواصل معاه عبر زوم من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، بس حتى الان ما تمش الحسم عن المدير الفني او هويه المدير الفني. سمعنا الماني برتغالي وكلام كتير جدا، ولكن حتى الان ما فيش حسم عن المدير الفني الجديد هو مين، او تقدر تقول بنسبه 90% ان فلان هو المدير الفني، لان في تغيرات كتيره جدا بتحصل في خلال الساعات اللي فاتت. ممكن كل شويه بتسمع اسم ولكن بيبقى مجرد مفاوضات ما بين مسؤولي النادي الاهلي وما بين المدير الفني، ممكن تكمل او ما تكملش. فعشان كده الاجتهادات بتطلع ان النادي الاهلي بيتفاوض مع كذا، بعد كده بتلاقيه مش في الصوره خالص، لسه مش عارفين حتى الان مين هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لكن خلال الايام اللي جايه على طول كابتن سامي مصطفى ماشي لحد دلوقتي بشكل مؤقت، ولكن خلال الايام اللي جايه يكون في اكيد مدير فني جديد للنادي الاهلي. هي اجتهادات كتيره جدا كمان متعلقه ان هم يعني من المصادر ان هي تكون بتقرب اكتر المدرسه اللي هيكون بيستند اليها النادي الاهلي كمدير فني، مدرسه برتغاليه، مدرسه فرنسيه، ايا كان هو ده اللي ممكن يكونوا باصين عليه. ولكن فعلا اسماء كتيره جدا ظهرت، وما نقدرش نقول ان في اسم هو كان الاقرب من الاسم الثاني، فبالتالي معنى كده ان يعني التواصل مفتوح ومتاح لاكثر من مدرب ان هو يكون موجود داخل اسوار النادي الاهلي خلال الفتره القليله اللي جايه. واكيد الخبر اليقين هيكون بيظهر بشكل بقى رسمي من داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وده اكيد هيكون كمان في خلال وقت قصير جدا. خلونا ننتقل بحديثنا لاخبار من داخل نادي الزمالك، ومن فتره مش قصيره بدات تكون في اخبار متعلقه بس صور لحمدي النجاز، واحد طبعا كان موجود في صفوف نادي الزمالك في فتره سابقه، والرحيل ما كانش بافضل شكل ممكن، خسر جماهيريه كبيره كانت كمان بتلحق بيه داخل نادي الزمالك من جماهير كانت بتشيد بيه وكانت حاسه ان هو يعني ليه دور مع الفريق بشكل او باخر، ولكن طريقه الرحيل طبعا ما كانتش احسن حاجه، وكان بالنسبه للجماهير وبالنسبه للناس اللي متابعه يعني الملف ان بقت في اخبار قريبه بتقول انه ممكن حمدي النجاز يرجع مرة تانية، وان هو اللاعب شخصيا حابب ان هو يكون بيعود مرة تانية الى اسوار نادي الزمالك. ولكن هل ده اللي كان ممكن يحصل ولا لا؟ في اخبار كتيرة جدا كانت بتتناولها الصحف بشكل او باخر ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن خلينا نقول لكم انه حمدي النجاز في الفترة الاخيرة بقى بما ان ما كانش فيه تواصل رسمي معاه او يقول ان هو خلاص داخل حسابات نادي الزمالك بنسبة 100%، فهو طلب بشكل بقى في تواصل مع مسؤولي نادي الزمالك ان هم يحددوا مصيره مع النادي بشكل نهائي وموقف مجلس الاداره والجهاز الفني من عودته للنادي خلال الايام القليله اللي جايه. بينتظر مجلس اداره الزمالك بقى قرار مستر فيرارا المدير الفني فيما يتعلق باللاعب، خاصه وان اللاعب عنده عرض من نادي تاني. المصدر المقرب من اللاعب بيكشف ان هو عنده عروض من انديه في الدوري المصري، ولكن هو بيؤجل اي قرارات فيها في إشارة أنه بيعطي الأولوية للتواجد في مصر داخل نادي الزمالك، فهو بقى مستني نادي الزمالك هو اللي يقول له هو هيكون بيحتاج خدماته ولا لأ في الفترة اللي جاية، وده برضو من الملفات اللي لسه معلقة فيما يخص أخبار نادي الزمالك. لسه بنكمل كلامنا داخل نادي الزمالك، ونيمار واحد من اللعيبة اللي ظهرت مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة. بيشارك نيمار لاعب النادي الزمالك في التدريبات الجماعية بعد ما كان يمكن كان عنده شد كده وشعر بشد، ولكن بيرجع مرة تانية بيستعيد المشاركة في التدريبات. يمكن جاله عنده ماتش أكيد جاي لسه عايز يكون موجود فيه، ظهر بشكل كويس. أكيد فيريرا أكتر من لاعب كمان، مش بس نيمار، سواء يوسف أو سيف جعفر، كل دي لعيبة ظهرت بشكل جيد، حسام عبد المجيد، كل دي لعيبة ظهرت بمستوى بشكل جيد، أعتقد هيكون بيعتمد عليهم الفترة اللي جايه. نيمار يمكن كان عانى من اصابه كده بشد خفيف، بنتمنى له العوده مره ثانيه باذن الله يكون متواجد مع نادي الزمالك في المباراه القادمه. نروح للاعبين برضو ظهروا بشكل جيد، او لعيب بالتحديد ظهر بشكل جيد في اخر مباراه خاضها نادي الزمالك امام البنك الاهلي، هو كان السبب ان هم يحصدوا الثلاث نقاط كامله عشان تكون بتستكمل سلسله التنافس ما بين الانديه الثلاثه اهلي زمالك بيراميدز على صداره جدول الترتيب في الدوري المصري. ولكن لو رجعنا شويه كده بالزمن ومنذ تولي المستشار مرتضى منصور اداره المجلس داخل نادي الزمالك، ظهرت بعض الاسماء كده اللي ممكن يكون في
ما بين المجلس ما بينهم عدم توافق ان هم ممكن يكونوا بيرحلوا مع نهايه الموسم، وكان من ضمنهم اللاعب اللي تالق في اخر مباراه سيف الدين الجزيري اللي قدر ان هو يكون بيسجل هدفين، وممكن بقى الانباء دي تتغير ولا لا. خلينا نقربكم من موقف اللاعب مع نادي الزمالك. البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الاول لكره القدم داخل النادي اجتمع مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وكان في حرص من فيريرا ان هو يكون بيحضر الاجتماع ده مع المترجم الخاص بيه علشان يكون بيقدم تحيه للجزيري على المجهود اللي قدمه خلال لقاء البنك الاهلي الاخير في بطوله الدوري الممتاز. قدر ان هو يكون بيسجل هدفين، وهدفين مهمين زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا على الشاشه. واكد فيريرا للجزيري ان هو من اللعيبه المهمين واصحاب الخبره، وطلب منه التركيز بشكل كبير في التدريبات والماتشات في الفتره اللي جايه حتى يضمن المشاركه في مباريات الفريق. كمل مش طيب قادره. يعني يوسف اسامه نبيه هو يمكن اللي عمل الكره والجزيري سجل الهدف، واحد من اللعيبه على فكره. يعني انا هكمل بس الكوحه طالعه مع التكمله يعني. طيب يعني زي ما بنتكلم مع حضراتكم، الجزيري واحد من اللعيبه اللي كانوا بعيد الفتره اللي فاتت، كان بيظهر عمر السعيد في الصوره، ولكن الجزيري بيرجع مره تانية. هو في لعيبه ساعات بتكون بعيده عن مستواها، بتحتاج بعض الثقه من الجهاز الفني ان انت تتكلم معاها. فيريرا اكيد عارف الجزئيه دي مهمه جدا، اتكلم مع الجزيري وقال له ان انت لعيب من اللعيبه المهمة، عندك صاحب الخبرات، فكل دي تفاصيل بترجع اللعيب مرة تانية. الجزيري ممكن تكون لما بتسجل هدف بتكتسب ثقة، الجمهور شوية ممكن يكون كان قالب على سيف الدين الجزيري ان هو بعيد، ان هو مش الصفقة اللي جاية تضيف لنادي الزمالك، فكل ده مؤشرات ممكن تكون بتخلي اللاعب يبعد عن مستواه. لكن ان انت ترجع مرة تانية تسجل ويكون بتكتسب الثقة وترجع وتكون متواجد، فأكيد كل ده بيخلي انا احنا فيعني فكره اللاعب ان هو يكون موجود اكيد طبعا. انا شرقت انا كمان يعني. طيب يعني نختم، طب نعمل ايه؟ طيب خلينا نستكمل اخبارنا داخل نادي الزمالك بعيدا بقى عن سيف الجزيري، ونستكمل اخبارنا داخل نادي الزمالك. حرص لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني مع فيريرا على تهنئه محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب نادي الزمالك بمناسبه قدوم مولوده الثاني واللي اطلق عليه اسم نوح، وقام لاعب الفريق بعمل ممر شرفي كده لشيكابالا عشان يكونوا بيحتفلوا بيه طبعا بعد قدوم مولوده الجديد. بنقول له اكيد مليون مبروك. شيكابالا واحد من نجوم اكيد نادي الزمالك اللي دايما صانع الفارق مع نادي الزمالك في الفترات الاخيره، وكان اخرهم طبعا مباراه الاهلي والزمالك. طيب احنا عايزه بس ارجع لاني خلاص فقت من الشرقه النقطه بتاعت سيف الدين الجزيري، ولكن الواحد لازم يكون بيعلق على انه ازاي الجمهور وازاي الاجهزه الفنيه بيكون بيكفيها مباراه او مباراتين بالكتير علشان يكون اللاعب بيعود مره تانية ويكون بياخد الثقه او بيكسب ثقه الاجهزه الفنيه، على عكس مثلا علشان يكون الجمهور بيقلب على لعيب او ان هو يكون حاسس ان هو مقصر بيحتاج منه ماتش واثنين وثلاثه واربعه علشان يخسر الثقه دي. ولكن شوف لما اللعيب يموت نفسه في ماتشين الجماهير بترجع تاني تشيل على الراس وتهتف ليه وتعمل وتسوي. ودي الثقه على فكره زي ما كنت بتكلم، هي ان انت تكتسب ثقتك من الجمهور بعد ما بتنزل بتسجل. هو كان بعيد خالص الفتره اللي فاتت، ولكن لما بتنزل بتسجل اعتقد انت بتكتسب ثقه الجمهور، دي بتخليك الماتش اللي بعده على طول موجود بسرعه جدا. تقدر تكسب ثقه الجمهور بشكل سريع جدا، لان الجمهور بياخد باله مش مجرد تسجيلك الهدف، بياخد باله لما انت كلاعب تكون بتموت نفسك، تكون بتجتهد، يكون باين ان انت بتلعب كده وانت عندك حماس، مش بتلعب ماتش زيه زي اي ماتش. يعني طول الوقت تكون بتحسسه ان انت فارق معاك الماتش ده وفارق معاك الجمهور. كان معانا خبر ما اعتقدش ان احنا ممكن كنا نلحق ناخده، ولكن علشان يعني واحنا بنحضر الحلقه قريته، ليه علاقه بواحد من جماهير نادي الاسماعيلي عانى ان هو جاله غلطه، والخبر على ان هو يعني جاله غلطه بكده، وطلب من الاداره ان هو يكون بيروح يحضر معاهم مران وتصور مع اللعيبه، وخبر يعني بيخص هذه العلاقه ما بين الجمهور يعني او الشخص ده مع نادي الاسماعيلي. ونشوف ازاي الجماهير ممكن يعني حد يجيله غلطه وهو بيتفرج على ماتش، حد ساعات في ناس للاسف ممكن يجيلها سكته قلبيه وهي بتتفرج على الماتش ودخل فيها جون او حتى من الفرحه، فشوف الجمهور بيبقى
وضعه عامل ازاي مقارنه باللاعبين اللي بيلعبوا باريحيه والموضوع بالنسبه له شغل. قادرين نتفهم فكره ان هو احتراف وكل حاجه، ولكن الجمهور بالنسبه له موضوع فيه روح مش عاديه ان انت تكون بتشارك في حاجه شبه كده. فيعني نامل ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون اللعيبه كلها بتحافظ على مستوى، بتحافظ على علاقه طيبه مع الاداره اللي مش بتكون طالبه منهم حاجه خالص غير ان هم يكونوا بيموتوا نفسهم وبيلعبوا بروح لاخر لحظه ليهم داخل اسوار اي نادي او اسوار اي فريق بيشاركوا معاه. وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في تطور. يعني الخبر بالتحديد ان كان في حرص من مسؤول النادي الاسماعيلي على تلبيه رغبه احد المشجعين عشان يكون بيزور مقر النادي لحضور تدريبات الفريق ضمن برنامج الاستعداد لمواجهه فريق غزل المحله ده يوم الثلاث اللي جاي. ده يعني بشكل عام كده ايا كان السبب ايه، ولكن اللعيبه التقطوا الصور مع المشجع بشكل عام. المشجع ده اللي هو اصيب بجلطه وصعوبه في التحدث حزنا على تراجع نتائج الفريق خلال الفتره اللي فاتت. كلنا اكيد عارفين ومتابعين النتائج السلبيه اللي بيعدي بيها نادي الاسماعيلي. جماهير بقى الاسماعيلي الحقيقيين اللي هم يعني متربيين وكبروا ان هم بيكونوا بيشجعوا الفريق، دي اللقطات ودي الصور، وربنا يعني يقومه بالسلامه يا رب وما نشوفش حاجه بتحصل كده تاني من كتر ما الجمهور محموق وبيشجع من قلبه ويحس ان اللعيبه مش واخده الموضوع بالشكل الجد زي ما هو عايز. يعني موقف زي ده اعتقد رساله ان بلاش تتمر، يعني التمرد بتاع اللعيبه تمرد اللاعبين وصل الراجل ان هو يتغلط. يعني في ناس كتير من الجمهور سواء اهلي زمالك اسماعيلي اي جمهور او اي فرقه جماهيريه بيبقى فيه ناس عندهم التعصب الزايد بكتير جدا ممكن يؤدي لا قدر الله لغلطات زي ما بيحصل. فنتمنى ان حتى اللي بيشجع يبقى بس الموضوع هادي معاه شويه وهو بيشجع. عارف ان انت بتحب النادي وقلبك على النادي وما بتحبش تخسر، ولكن برضو لازم تبقى مخلي بالك من الحاجات دي. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل نواصل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وخلونا قبل الختام ناخد اجابات سؤال اللعبه النهارده. مين اللاعب اللي بتتمنى ضمه لفريقك في فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه؟ طيب خلونا نبدا مع حضراتكم من على تويتر. ومازن ربيع كتب احمد سيد زيزو الى النادي الاهلي. احمد السيد بيقول ناصر ماهر وابراهيم عادل للزمالك. محمد كتب صباح الفل عليك ابو حميد، اتمنى انضمام احمد عاطف، محمد رضا من فيوتشر، دونجا من بيراميدز، وزهير المترجم من الوداد. ده كل الصفقات دي لنادي الزمالك، والراجل يعني زملكاوي. طيب اخر كومنت معانا من خالد بكر، واللي بيقول صباح الفل طبعا عليك، بتمنى انتقال رمضان صبحي للزمالك. طيب يعني دي كانت بعض الاجابات اللي جت لنا على السوشيال ميديا. اكيد كل واحد بينتمي للفريق، محتاج يشوف فيه لعيبه اكيد متالقه سواء في الدوري المصري او خارج الدوري المصري، بيتمنى يشوفهم في فريقه. هنشوف الموسم اللي جاي والصفقات اللي هتكون سواء اهلي او زمالك شكلها عامل ازاي. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مريهان بشكرك، وشرقه كده كانت حلوه. شرقه حلوه دي والله شرقنا، بس يعني الحمد لله يعني على كل حال رجعنا بالسلامه. والله انا حاسه انا فعلا هو ده. نفسي اعرف مين بقى وعلى ايه. صباح الفل عليكم مشاهدينا، بكره ان شاء الله لقاؤكم يتجدد معانا باذن الله في حلقه جديده من صباح تايم. الى اللقاء.